شهدت مدينة جدة اليوم تدشين مركز الأبحاث آي جين، وهو مشروع سعودي يعد الأول في الشرق الأوسط لتدريب الصحي المتخصص في مجال أبحاث وحلول لأمراض السرطان ومكافحة الأوبئة. ويحوي مركز الأبحاث الذي أطلق خدماته تجريبيا بإشراف أطباء سعوديين أحدث التقنيات والأجهزة الطبية في العالم، كما يعمل على توفير أفضل منصة لفحص أمراض السرطان والاختلال الجيني، إلى جانب القدرة على تنميط التسلسل الجيني لكافة الفيروسات المتحورة مثل كورونا. انضم إلينا من مركز آي جين في جدة الزميل سلطان السلمي. أهلا بك سلطان، حدثنا أكثر عن هذا المركز والأدوار التي يقوم بها خاصة في مجال الأبحاث والدراسات للوقاية من الأمراض. بالفعل محمد، يعد هذا المركز من أهم مراكز الأبحاث والتدريب والتطوير في المجال الصحي، وتحديدا في علم الجينات وأمراض السرطان وكذلك الفيروسات المتحورة بمختلف أنواعها، وبمقدمتها نتحدث عن فيروس كورونا. يضم هذا المركز الذي يعد من أفضل وأقوى وأهم المراكز على مستوى الشرق الأوسط، الذي يعمل على تحليل الجينات وكذلك الفيروسات والأمراض السرطانية بمختلف أنواعها، سوف يضم هذا المركز مجموعة من أو سوف يستقطب مجموعة من الطلاب والباحثين ودارسين لدراسات العليا في الماجستير أو حتى مرحلة الدكتوراه للتأكد واعتماد ودراسة أبحاثهم داخل هذا المركز، الذي يضم مجموعة من البرامج والأجهزة الذكية المتطورة وهي الأعلى على مستوى العالم، التي تم استقطابها إلى السعودية للعمل عليها من قبل الطلاب وتدريبهم خلال منصات وتسع مختبرات في هذا المركز. مزيد من المعلومات ينضم إليها الآن الدكتور برهان فاخرجي، أخصائي الجينات الحيوية وأمراض السرطان. بداية أنا وسلم بك على شاشة العربية. السؤال الأول، ماذا يضم هذا المركز وما هي أهميته؟ أهلا وسهلا بكم في الافتتاح التجريبي لمركز آي جين. آي جين يضم أفضل وأكفأ الأجهزة المتخصصة في الأبحاث وفي التدريب الصحي. ما هي هذه الأجهزة؟ تعمل على ماذا؟ أهم الأجهزة، أهم منصة موجودة هي عندنا منصة الجينوم اللي شايفينها الآن، وهي تضم أفضل الأجهزة موجودة في الشرق الأوسط وفي العالم. فعندنا جهاز، وهذه الأجهزة هي عبارة عن قيمة مضافة لأنها تسهل عملية استكشاف الجينات والأمراض السرطانية في مرحلة متقدمة. كم يأخذ وقت هذه الأجهزة لاستخراج العينات؟ طبعاً بفضل وجود عندنا أفضل جهاز اللي هو الآين شيفت رينتو، فإحنا في خلال 3 أيام عمل نستطيع أن نحصل على نتائج في أكثر من نوع من أمراض السرطان. دكتور، في وقت سابق كانت الحكومة السعودية ترسل عينات إلى ألمانيا تحديداً وبعض الدول الأوروبية والعالمية لاستخراج العينات، تأخذ من وقت إلى من شهر إلى 3 أشهر تحديداً، ومكلفة بشكل كبير، تتراوح أسعارها ما بين 10,000 إلى تقريباً 20,000 ريال. ماذا سوف يتم هنا في المختبر؟ هل سوف يتم الاستغناء عن إرسال العينات إلى الخارج والاستفادة منها في السعودية، يعني استخراج العينات في السعودية والكشف عليها في السعودية بشكل عام؟ نعم إن شاء الله، بعد أخذ الموافقات اللازمة من وزارة الصحة واعتماد المركز كمركز صحي، إن شاء الله سنقوم إن شاء الله بعد فترة 6 إلى 7 شهور من تشغيل المركز على عمل العينات في آي جين وعدم إرسالها إن شاء الله إلى الخارج. طيب دكتور، اليوم ماذا سوف يقدم هذا المختبر أو هذا المركز البحثي إلى الطلاب والطالبات، يعني الطلاب اللي درسوا دراسات عليا كأبحاث في الدكتوراه وفي المجال الصحي تحديدا يعني؟ طبعا إحنا المركز هذا معتمد من الهيئة السعودية للصحة الطبية كمركز تدريب صحي لأكثر البرامج المتطورة في مجال الجينات والأمراض السرطانية ومكافحة الأوبئة، فنقدم كورسات متقدمة تهدف إلى توطين الكفاءات في عملية استخراج الجينوم وعملية قراءة وتحليل العينات. دكتور، من سوف يقوم بتشغيل هذا المركز؟ طبعاً نعم طبعا احنا المركز آي جين 100% سعودي، سيقوم بعمل استقطاب لافضل الباحثين في مجال الحاصلين على درجات علميه متقدمه، وذلك لنقل المعرفه للجيل القادم. طيب اليوم احنا في داخل يعني مختبرات متطوره، شفنا العديد من الاجهزه الموجوده اليوم، يعني مدى الاستفاده اليوم ما هو تحديدا، انه
بالغالب أن يكون هذه الأجهزة متواجدة في الخارج وهي مكلفة جدا، اليوم تم استقطاب إلى السعودية بأيدي سعودية وتوطين، اليوم نشوف هذه المنصات، هل سوف يتم دخول الطلاب إلى هذه المنصات واستخدام هذه الأجهزة بشكل كبير؟ نعم، إحنا هدفنا أن الطالب يجينا هنا بياخذ العينة، يسوي له بروسيسنج بيد، يعمل تحضير العينة بيده وكمان يعملها صبغة وبيشوفها ريال تايم يعني في نفس الوقت، وبكده إحنا وطننا عملية عملية السكيلز أو المهارات البحثية للسكند جنريشن إن شاء الله. اليوم يعني هل ممكن نشاهد الطلاب والطالبات من مختلف المراحل التعليمية، تكلم عن المراحل العليا، أنه يستفيدوا استفادة كبيرة من هذه الأجهزة المتطورة في العلم، وحتكون في أبحاث سوف تسجل براءات اختراع واستفادة منها في السعودية؟ إحنا إن شاء الله عددنا برنامج اسمه البحث الصغير، يبدأ من الطالب اللي هو في عمر في أولى متوسط إلى ثالث ثانوي، بنعلمه أساسيات البحث العلمي ونخليه يستخدم الأجهزة بيده غير ما يشوفها في المقرر فقط. يعني في وقت سابق كان طلاب دراسات العليا في المجال الصحي كانوا يواجهون مشكلة في عملية التدريب، نعم، في المختبرات أو حتى في الجامعات بشكل عام بحكم أنه عدم وجود أجهزة متطورة بشكل كافي. اليوم ماذا سوف يقدم للطلاب تحديدا في المرحلة العليا؟ هل سوف نشاهد أبحاث سوف تخرج من هذا المركز لي يتم الاستفادة منها بشكل عملي في المستقبل القريب؟ نعم، نطمح إن شاء الله جميع طلبة ماجستير والدكتوراه أن يحصلوا على ابتكارات لأبحاثهم بعد ما يخلصوا ماجستير والدكتوراه، وتسجيل هذه الابتكارات، وبكذا إحنا نعمل على استثمار هذه الابتكارات كذراع استثماري لفيجن 2030، طبعا استثمار غير نفطي. هل هنالك شراكات مع الجامعات والمراكز الصحية بشكل عام في السعودية؟ نعم، إحنا الحمد لله وقعنا مع جامعة كاوس، أنا أشيد بجامعة كاوس لرعايتها مركز أيجين من بداية العمل، وكمان أحب أشكر بنك التنمية الاجتماعي ومركز دلني على دعمهم لمركز أيجين. نعم، شكرا لك. طب كان معنا الدكتور برهان فخرجي، أخصائي الجينات الحيوية وأمراض السرطان ومالك هذا المختبر. شكرا لك سلطان، وشكرا لضيفك.